بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم هو حل موضوع توطين تكنولوجيا الطاقة النووية من كتاب الدراسات الاجتماعية للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثالث. نتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم واستحسانكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.